مرة ثانية احنا بنذكر انه اليوم كل من يعشق هذا الصوت عساف رح يكون مساء ليلة على مسرح الأرينا في جامعة عمان الأهلية، والحفل من إعداد وتنظيم مركز أبحاث ودراسات اللاجئين. مستعد اليوم محمد للقاء جمهور؟ طبعا أكيد، عريض يعني بكل معنى الكلمة. شوف، من أهم الحفلات اللي عملتها كانت بالأردن صراحة. يعني حرجع أحكي كتير، يعني قد ما أحكي عن بصراحة عن الأردن يعني مش راح أقدر يعني أوصف الأمانة قديش محبتي لها لهالمكان الرائع، ولا محبة الناس الصادقة اللي بحسها كتير، خاصة يعني من بعد فلسطين كمان بالأردن بحسها. اليوم يعني يوم مهم، يعني يوم الحفلة بالنسبة لي يوم مهم، يعني خلص بضلني مضغوط طول اليوم. عرفت كيف؟ لكن إن شاء الله يعني مستعد إن شاء الله. إن شاء الله الفرح دائما بقوله بأهله وناسه. صح. ما في فرح إلا بالناس تكون مبسوطة، وبتعرف الهدف إنه الواحد يبسط الناس وهو كمان ينبسط، لأنه دائما لما بحس حالي إنه الناس بتكون فرحانة ومبسوطة معي يعني خلص بعتبر حالي إنه أنا أديت اللي علي. فإن شاء الله يعني بيكون هالحفل الرائع بتواجد الناس اللي فيه. طبعا ما شاء الله، هلا حتى الله يعلم، يمكن عمان كلها تيجي على الحفله هلا. متاكدين ممكن من برا عمان كمان ضيوف. حفل كتير رائع ان شاء الله راح يكون. وانا يعني دائما كل قبل الحفله ارجع بقول لك انه انا بكون في ضغط، لكن خلاص لما بكون على الستيج بكون شيء مختلف تماما.